أنا أظن يعني في نحن في 2018 وفي هذا الزخم الإعلامي لابد أن تكون هذا الإعلام والإعلاميين تكون نعمة أكثر من نقمة. يعني التعددية هذه وحرية التعبير، القنوات المرئية أو المسموعة والمكتوبة راح تكون إضافة لحضارة الرياضي والمناصر والصحافي، يكون تكامل ما بين الأطراف. نحن أصبحنا في مرحلة وكأننا نحن التلفزيون، يعني إذ لم نتكلم نحن في قناة، في القناة تقفل الأبواب. بالعكس، يعني لا ماذا يمثل حضور سرار في قناة ولم يحضر؟ يعني ما هو إلا عبارة على ذرة في الحركة المنظومة الرياضية والحركة الرياضية. أما لما تكون يعني الآن لحقنا لواحد الثقافة، لما يعني تعتذر ولا لن تستطيع الظهور في قناة وتظهر في قناة أخرى، يعني تقوم عليك الدنيا. و يعني نظن أنا لما داروا التقرير عليا داروا أمبيلان، يعني لما تكون محترف تدير أمبيلان ناس يتكلم بالعهدة الأولمبية. احنا أمبيلان تاع رئيس الاتحاد تاع سنة، وكل الناس ارتفعت الأصوات قال لك سنة ما نقدرش نقيموه، اتحاد مع كل إمكانياته. وكانت كاينة مباريات ودية، وكانت باقية ربع مباريات للإقصائيات كأس العالم، كانت فيها يعني أمور. لو الناس كانت تصطاد في الماء العكر كانت تقول لك التقرير الأدبي على الأقل سلبي، ولكن الناس وش قالت؟ ومنطقي، قال لك سنة لا نستطيع أن نقيم عمل مكتب، ولكن نستطيع أن نقيم عمل سرار في شهر ونص. أنا لست مدرب، لم أأتي يعني في مرحلة مركاتو وين استنجدت بلاعبين ومدربين، وهذا اللاعبين والمدرب اللي جبته أنا ما متش الإضافة، وبقات الاتحاد العاصمة يراود مكانه. هنا لما أول واحد اللي لازم ينتقدني هو مناصر اتحاد العاصمة الذي لديه الحق، سي لو سيبورتر بارتي تو الموند بارتي را سوف لي سيبورتر، هذه قناعة عالمية. أنا نروح له شحال واحد راح قبلي وشحال وشحال ومزلت أنا نروح ويروح لآخر ويروح لآخر، مي لو سيبورتر يبقى نيموت با شونجي باسكو سي دلامور سي ليدونتيتي الانتماء، ينتمي الى اتحاد العاصمه وفخور. يجي انسان يمشيه كل لاعب هو عنده لاعب من قالما ولاعب منا يفرح بهم ويشجعهم لانهم يمثلوا الوان اتحاد العاصمه. تبقى هنا تخندق القضيه كامله كما يقول لك بلا افيك دو لا فالور ابسولي بالقيمه المطلقه، تقفل عليها هكذا كالذي هي القضيه، قضيه اسود والاحمر اتحاد العاصمه لابد من نتائج وإلى الأمام. هذا هو الهدف. أما هذو لي زاكوتي الكماليات أنا نسميهم، تاع واحد يضرب هذا من واحد يضرب هذا من، لا بالعكس. إحنا يعني أنا شفت يعني بدون إحنا موجودين يوم الجمعة، يعني بدون ديماغوجية، يعني نقولها بكل صراحة، سي تان بيبليك سيفيليزي. أنا أقول هو مسؤول على ما أقول، يعني لي سيبورتور دو ليزما يزون بوكو دو سيفيزم، متحضر، جمهور متحضر، موجودة حضارة، يغضب للنتيجة بطريقة جد حضارية، ما يقبلش. يعرف كرة قدم، يعرف كرة قدم، يعرف الأسباب، يعرف الأسباب اللي جعلت اتحاد العاصمة ربما تخرج فارغة الأيدي في هذا الموسم. سي با غراف، سي اون جيستيون دو فيستيير دو مونتاليتي. كاين بعض العادات وبعض اللي جذرت في اتحاد العاصمة، فريق الكبير لم يبقى بالكلام، فريق كبير ولكن لابد نتائج تتبع. أنا نطلب حاجة، دعونا نعمل في هدوء، واللي يحب يقيمنا يقيمنا بعد انتهاء انتداباتنا، بعد انتداء تنصيب المدرب، وبعد الانطلاقة تاعنا في الكأس إفريقيا. من حق النصر ونحن موجودين ونقبلوا كل الانتقادات، خاصة إذا لم نصل إلى أهدافنا المسطرة. أشكركم، شكرا.